انا اسمي احمد خالد، بشتغل هنا بمية جاز لبنات. اول لما نزلت فيها ما كنتش يعني حاسسها قوي، بس لما نزلت وابتديت اعرف الاشكال والفن والافكار بتجيلك وانت شغال، انت بتحط تاتش بتاعك، بتبتدي تتشكل تعمل اشكال مع بعض، تحط ممكن تحط ثلاث اشكال مع بعض. برضو العرض مهم عندنا، العرض في الشارع، نعمل قطعه ونعرضها في الشارع عشان الناس مش عارفه ان الغزل بتاعنا اشكال. احنا عندنا ورده، عندنا فراش، عندنا قلب، بنبتدي نشكل الالوان بقى على حسب اللي بيعمل القطعه. المكنه مش زي اي مكنه غزل بنات ثانيه، هي اي مكنه غزل بنات ثانيه مش ممكن تعمل الاشكال دي. كتير كتير ممكن يجي يصور معانا بالقطعه، صور معاها بس يعني، هو بيجي صور وعاجبه المنظر قوي فيصور معاها. احنا مختلفين في كل حاجه، كشكل، كالسكر نفسه، الالوان، السكر عندنا بقى طعمه. هي الناس بس بتجري تشتري يفرحوا اولادهم مثلا، فاهم؟ اشكال جديده، غزل بنات جديد في مصر. ابتديت بثلاث اشكال، دلوقتي ممكن اعمل 8 10 13 حاجه حلوه. انك مثلا تشوف طفل ماشي وفرحان انك بتعمل حاجه زي دي، تشوف مثلا واحد وحبيبته فرحانين بالحاجه دي، تشوف الناس بس قدامك فرحانه بالحاجه دي، الواحده ب 10. هي اصلا فن، تمام؟ فانا بعتبر نفسي فنان عشان بقدم الفن ده.